بالحيدة تلقى عيني أنا نمت. قال جل حط واحدة يدك وعاد شوف فيك كده. اليوم كطلب الله المحسنين إني يشوف فيا وشاء الله يشوف وجه وليدي يوقف معه دي آخر كلمة ولدي اللي اطلب من المحسنين ومن الله اطلب من جلالة الملك وقفوني مع وليدي. رانا ودي طيح ساعتي رانا ودي سنة معي رانا ودي سياسني بصد 12 اليوم عشنا وين الاخر كيخرجوا اطباء كيقولوا في عملية وكيناش دابة الصباح وانت وراقك مقدم كيقولوا في الصباح اللي وقع ولدي وهو في الليل ولدي مع 11 الليل جاء عدي قال لي امي قلت لي نعم قال لي واش بغيتي تنعسي قلت لي بغيت نعس وليدي قال لي صافي امي انا غندخل المطر وندخل قلت لي صافي وليدي دخل المطر قال لي امي غندخل هذا الشيء وصافي وندخل ثاني الناس مع ولدي خرج ما فايتاش 10 دقائق فايتاش 10 دقائق باش ولدي خرج ولدي وهو يرجع الدريه رجعت قالت لي امي قلت لها قالت لي مضربه شنو هي خرجنا نجريو صات ولدي طايح لي حاجهك في الباب في الباب عاد البريصه عاد البريصه تم فين خبطوا شكون قال ولاد مراكش يلا فكها من وحلها العين مشات في البلاصه لقى النوفه حشه بموس هك لقى العين رزق في هذاك الشيء رزق فيها الله وعلم موس ولا شنو هذاك الشيء رزق لولدي العين قال لحالي وزاد في حالاته. اليوم انا ولدي هذيك السيده تهمتني وكتقول لي مرا محامين علي خمسه انا ما محاميش الا ولادي خمسه لو كخرج ولادي بخمسه كاع لي غادي يهيشروه ما يخليوش غادي يدقدقوه وليني ما ولادي بخمسه ما لقاوش لقاو طار امو جايه معاه وجاب لي ولادها بجوج حاجه عيب تجيب لي ولادها كاع بجوج تيدير ولدي هذه الحاله ويتموا بنيته ويعطبوه لقى في صحيحته. واليوم انا كنطلب من الله وجلاله الملك والمحسنين يوقف لي مع ولدي انا بغيت غير صحيحته. يقولوا شنو هذا الصحيح انا بغيت غير العوينه تاعته بغيت صحيحته هي اللي بغيت انا بغيت ولدي غير عوينته بغيت ترجع لي صحيحته هذيك هي الرباح ديالي. اما انا هذيك السيده واخا تهمتني راني خليت لها الله واخا قالت راه محامين عليه واخا قالت راه دارت معاه خمسه راه عيالته ولادها كيضرب وكل شيء كيضرب خليت ليها الله واخا قالت لهم راه هو مشمكر وراه هو وحش هي حيت ولدها اللي رضى وحش بعد حيقد لي عينه راه ولدها اللي رضى وحش وكتقول لك انا طالبه من سيد الحموشي وقف معايا واش سيد الحموشي كيقول للعباد سيروا حيدوا عينين وتعاودوا الحبس ها سيد الحموشي راه مع الحق لا معايا ولا معاه مني انا عندي الولاد واش نقول لهم سيروا حيدوا العباد لعينيهم واش نقول لهم سيروا حيدوا العباد لرجليهم واش نقول لهم سيروا الزرقه خطفوا احشموا عيب احنا بغينا نكونوا نشوفوا في بعضياتنا ونحنوا في بعضياتنا ونربوا ولادنا واحد التربيه حسنه ما نربيوش ولادنا بحال ما كي يعرفوا بعضياتهم واش هذه قرطه الحسيفه حيت ولدي عينه وخليتي ضحكه في الدرب محشوماش وانا ما صايباش جهد لجهد الله سبحانه وقام سيك راه كان يصور ما يكمي وما ياكل راه في درويسو بريسا ديال القهوه هي اللي حاط عطيه لوح او الجيران هو اللي عطاني قال لي خويا عبد المولى قال لي ولدي ما تبغيت لا حبس ما تبغيت لا حشيش لا حتى حاجه ما تبغيت نديرها الحمد لله بغيت خويا شي بيعه وشريه الا قلت فيها قسم الله قال لي خويا هذه البريسا انا نعطيها لك ديال ولد الجيران انتما الا كنتو تعرفوا راه غولد هذيك اموس هي اللي هو اللي عطاني شد مسكين حطاه كوا في الباب ودار في هذاك البريسو دار حدا كوا الروات كيجيو البوليس كيقلبوا نيت تكون شي حد كيسمع هذا الورد كيقول لي الله يعاونك اخو عبد المولى كيجيو يقلبوا كيلقاو هذاك الورد كيقول لي الله يسهلك اخو عبد المولى كيقول لهم شوفوا انا انت بغيت لا حبس لا والو بغيت لقط ما نتقوت وندخل في حالي لدارنا عاد مهمتي الله يجعل البركه انا ولات عمري 60 عام ولدي ما تقاد على تامر ما تقاد على القهر مسكين داك الشيء يصوروا كيدخل يعشيني ويتعشى هو ويتكى هيا قطعوها لي كاع كامل انا قطعوا لي صحته وقطعوا لي عوينته وقطعوا حطوا حدايا وقالوا واش بغيتك كدين انا ولدي ما صدجت للدر انا ما صدجت للدر انا ما حني في خاطري ولدي عين وعات مقيح حبدي زب القيح قدام عباد الله وحمد الله وشكرته شوف ولدك اخر كيضيع قدامي كيضيع كيضيع ما صدجت ما صد الله من الله يسر شغندير ديت الميروز وجريت تعيط خلعوه جاو عدو قالوا لي العين مشات وعندك المراجي فوق المخ والعمليه خطيره عليك العملية خطيرة قال لي مش كاين كون ود الدري طاش قال لي مشيت نقول لكم لعت هادشي كاع كامل غنموت غنروح حسن نخرج نموت حدا امي واش هو ديال هو الواقع ولا قال لي منا نخرج نموت حدا امي وكيديوني ويجيبوني يديوني ويجيبوني كدي مع ستة الصباح من جيت العشرة تاع الليل وانا ولدي نخسر في الفلوس وحالتي حالة ما عادش كيعطيوني غير الناس والسبيطار يشوفوني يقول لي هاكي مولاتي هاكي مولاتي باش تركب نغسل على وليدي وانت مجاي انا وياه النهار الاخر نقول كاري ثاني مع السبعه مشي ثاني مسكين وقعد يخلعوا فيه ها عندك عمليه واعره عندك المراجع فوق المخ عندك هادي عندك كيتخلع مسكين كيقول قصه في امي زيدي ما اديني تنموت حدا كم انا مت بالحيده تلقى عيني انا مت قال جل حط واحد يدك وعاد شوف فيك كيدير اليوم كنطلب الله المحسنين اللي يشوف فيا وجه الله يشوف وجه وليدي يوقف معاه دي اخر كلمه ولدي اللي كنطلب من المحسنين ومن الله نطلب من جلاله الملك وقفوني مع وليدي.
رانا ولدي طيح صحتي، رانا ولدي سنة معايا، رانا ولدي ساسني بسطني جد، رانا ولدي بسطك جد، رانا كون صد جد رانا داك الليلة الكنينة كون بتاعك وانا بسط جبتي داك الليلة قالوا لي خاصك مليون حطي درك وندخلوه، بسطش ولدي ما عنديش من 10,000 ريال حبت ربي وشكرته. قول الله نحب الوالدين، اخر كلمه ولدي قادي وهاديك السيده خلص الله، انا ديك الدقه اللي داروا لولدي شافت ولاده داروا لي خلص الله، انا خليت داك سيدي ربي. اخويا دير واحد بريس ديال القهوه الزنقه عندنا قدام الدار، دير بريس ديال القهوه، عطى لي واحد الدري ولد درنا جارنا، قال لي ياسين ولد كموس، هو اللي شاعل معايا بيها، بقيت خدام بيها، كنصور واحد البركه الرجال البركه الحمد لله، مقنعاني عايش بها بخير. كيجي والله واحد 70 درهم 80 درهم 2400، كاين نهار كيجي والله 3000 4000، الحمد لله بخير عايش بيه بخير الحمد لله. عايش مع عائلة الوالدة كلشي الحمد لله عايش بيه خير، واكل منها شارب منها الحمد لله بخير وعلى خير، ما خاصنا حتى شي حاجة. هاد السيد اخويا تجا عندي هو وخوه امه هاد البريصة، قال لي يعطيني قارب، قلت لي واخا جبت قارب، انا اي واحد كان عنده كيما عندوش بقى قهوه بقى قارو نعطيه لي، ما عنديش مشكل، الدراري ولا الدرب كلهم كيقولوها، الجيران كلهم كيقولوها، يا خويا عطيني قارو عطيتو قارو عطيتو قارو، حط شويه دار لي خوه شوا قال لي عطيني قارو تانا، عطيها لي عطيتو شوا قارو، امو واقفه علينا امو راه حدانا واقفه على الطابله، هو قال لي صاوب لي قهوه، هاذيك الحنيه خويا حنا بحال مو هكايا باش نعمر القروب ديال القهوه. ويطلع معايا بحال شي موس واش نقول صغير واش هذا موس، الضربه ديالو حسيتش بها، الضربه ديالو حسيتش بها هذيك الضربه اخويا ما حسيتش بها انا صافي ما بقيتش عارف والو، ضربني اخويا العين اول ضربه ضربني العين، واحد شويه اخويا ملي شدني 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 من عنقي شدني من عنقي جات فيا الضربه ديال القنوفه، دوك تغوت اخوت تما خرجوا الناس دوك يفكوا، هي كتقول كلمه واحد اللي كتقول ولدها كتقول لها غبر غبر، هذه الكلمه كتقول لي كتقول لي غبر سير غبر سير غبر سير غبر، انا اخويا مشيت ما عندي ما ندير مشيت للسبيطار، مشاو معنا بوليس صراحه هما قصروش ما جيهشهم، واخو معنا في السبيطار دواو علينا ما صراحه دواو علينا كلشي، وقفوا معنا مساكن على شي 12 الليل ما عرفناه، وفي الاخر كيخرجوا اطباء كيقولوا في العمليه ما كايناش دابا حتى الصباح، وتوراقي مقادهم كيقولوا حتى الصباح، الصباح ملي جينا جاي مواكلين هو والاخوه من 7 الصباح حتى شي 10 مع 9 ديال العشيه، تعدى العشاء ما كاين لا عمليه لا والو، وانا اخويا انا لا هو لا مو لا خوه، انا ماشي انا خليتهم من امو لهم، هي امو كتقول لك تحاموا عليا هما خمسه، هادشي راه يمكن لاي واحد يجي يسوي عليه في الزنقه عندنا ويعرف، اي واحد كما كان في المخزن كما كان يجي يسول ويعرف ديك الساعه شنو كاين، انا اصلا المشاكل واش كيف عاتش منه عاتش من كلشي صافي، هاد السيد تعدى عليا خليت الله من امو له، انا دابا كنطالبه بصحتي صافي، هادشي كنت كنطلعو بصحتي هنا اخويا، كيقول خويا عملية كيقول لك عينك بشاش، كيقول عينك بشاش خاصك عملية، واحد شوية ونفس الوقت ملي كيجي عندك تا هو الطبيب خدام معاهم كيقول خويا راه العملية راه خاصك تكون مأكد من باغي ديرها، إذا بحال هكا دخل معاك واحد شوية النوا كيقول خاصك تكون مأكد من ديرها، إذا راه وليت ما بينك وما بينه ما بين الموش العمليه ما عرفتش شنو العمليه ما بين الموش من الحياه، من الطبيب كيقول لك هاد العمليه عندك خويا العين ما عرفتش كيش واش تصدق ولا ما تصدقش، بحال مو كيقول تصدق تصدق ولا ما تصدقش، اذا ملي كثر الموت في السبيطار ميت ميت نجي نموت حدا امي حتى انا متبعد كاين يدي دفنوني الله يرحم، والناس بقاو معاد دوك اخويا، انا اخويا كان نطلب من الناس المحسنين اللي بغاو يوقفوا معانا اخويا ومعمر خير منسى، انا عندي بنيه وعيني بشير.